سفان فان دي واد شاب فقد البصر، لكن بصيرته جعلته لاعبا ماهرا في لعبة الفيديو ستريت فايتر. إعاقته لم تقف بوجه طموحه وإصراره لتحقيق حلمه، وهو أن يكون لاعبا محترفا في هذه اللعبة. أود أن أكون لاعب ستريت فايتر محترفا. فقدان بصره في عمر السادسة لأسباب طبية لم تشكل عائقا بالنسبة لفان دي واج، فعلى الرغم من تخوفه بأنه لا يستطيع أن يمارس هوايته المفضلة بسبب العمى وهي ألعاب الفيديو، إلا أنه اكتشف بأنه يمكنه ذلك. يستطيع أن يلعب ستريت فايتر وعددا قليلا من ألعاب الفيديو الأخرى من خلال الاستماع باهتمام إلى المؤثرات الصوتية الناجمة عن كل خطوة. هذا الشاب الذي يعيش في أمستردام حضر حتى الآن بعض البطولات، وما زال يجمع التبرعات لحضور المزيد، وهو يصف اللحظة التي فاز فيها على خشبة المسرح في مدريد بالرائعة، ويقول بأنه سيبذل المزيد من الجهد لمساعدة مطوري الألعاب على جعل منتجاتهم أكثر سهولة للاعبين المكفوفين، ولتشجيع المزيد من المكفوفين على ممارسة ألعاب الفيديو كما فعل. تجربة سفان فان دي واد الملهمة تؤكد مرة جديدة بأن هناك دائما طريقة لتحقيق أي شيء تود القيام به، فبالإرادة والمثابرة لا مكان لكلمة مستحيل. ميسون نويهد، العربية.